كلينيكال كيو اي. طبعا بعتمد في الدياجنوز على اعتماد كلي على الكلينيكال ساينس. طبعا بيبقى في المحاضرة الأخيرة اتكلمنا بالتفصيل عن الأناتومي بتاع اللاكريمال أبريتس، وقلنا إن هو بيتكون من السكريتوري سيستم اللي بيتكون من الأوربيتال لاكريمال جلاند والنكتيتينز جلاند. الأوربيتال لاكريمال جلاند اللي موجودة في الدورزو لاترال أسبكت أوف ذا أي في الأوربيتال كافيتي يعني. النكتيتينز جلاند واللي موجودة بتحيط بالأرم بتاع التي شيب كارتج في سيرد أي ليد. الميبوميان جلاند واللي موجودة في الأبر أي ليد، والجلاند أوف زيس اللي موجودة برضه في الأبر أي ليد، والكونجنكتيفال جوبلت سيل اللي بتنتشر على البالبر كونجنكتيفال. واتكلمنا عن الديستريبيوتنج سيستم بالبلينكينج موفمنت والتير فيلم، واتكلمنا عن الاكسكريتوري سيستم واللي هو اللي يهمنا دلوقتي اللي بيتكون من الاتي. ادي الاوربيتال لاكريمال جلاند، الثيرد ايليد جلاند، الميبوميان جلاند، الجوبلت سيل. بداية الاكسكريتوري سيستم هما اتنين بانكتم او تو لاكريمال بانكتا موجودة عند الميديال كانسس اوف ذا اي، بيؤدوا الى اتنين كانال كيولاي السوبيريور والانفيريور، بيفتحوا في اللاكريمال ساك، بيؤدي الى لاكريمال او نيزو لاكريمال داكت على طول بتفتح في النيزال كافيتي عند الـ او قريب من الميوكوكوتينيوس جانكشن دي نوز. اول حاجه اول افكشن عندي هو الاتريجيا اوف اللاكريمال بانكتا، الفتحتين اللي موجودين عند الميديال كانسس مش موجودين او اللي بيتواجدوا المفروض ان هم بيتواجدوا بيبقوا مش موجودين، وطبعا دي من اللي بتبقى كونجينيتال، ممكن تبقى في الابر واللور او الابر او اللور بانكتا. طبعا هنا الدموع هتبدا تنزل على الوجه زي ما احنا شايفين دلوقتي، هتعمل كونجنكتيفايتس، هتعمل ديرماتايتس. الكونجنكتيفايتس بتبقى او الديرماتايتس اللي هي التهابات في الجلد اللي تحت العين، بيبقى في شكل تير سكال زي ما احنا شايفين. ولما باجي افحص منطقه الميديال كانسس بلاقي ان في ثين لاير من الكونجنكتيفا بتغطي البانكتا فبتقفلها لي. طبعا التريتمنت هنا ان انا بعمل كانيوليشن، ببدا ادخل كانيولا من فتحه النيزل بانكتم اللي موجوده في النوز، وابدا ان انا احقن نورمال سلاين او احقن انتي بايوتيك. هيعمل بالجنج لللاكريمال بانكتا من فوق، واجي على مكان البالجنج اللي هو مكان المفروض مكان وجود الفتيحات، وابدا ان انا افتح الـ او بمشرط كده واعمل ستاب انسيجن مكان الفتحات ديت، وبعد كده ببدا ان انا ادخل نيزو لاكريمال كاسيتر لمده من اسبوع لاسبوعين عشان خاطر احفز تواجد او فتحات البنك ان هي ما تقفلش، وابدا استخدم توبيكال انتيبيوتيك اند كورتيكوسترويد لمده 10 ايام. استينوزيس اور اوبستراكشن اوف النيزو لاكريمال داكت، ودي طبعا بتبقى اسبابها كتيره، ممكن تكون كونجينيتال وممكن تكون اكوايرد. السيمتومز هي نفس السيمتومز اللي فاتت، والتريتمنت برضو الى حد ما طبعا في الحاله دي بيبقى في ستينوز او اوبستراكشن للنيزو لاكريمال داكت، فبيفضل ان انا اعمل فلاشنج للنيزو لاكريمال داكت، ان انا ادخل كاتيتر برضو وابدا ان انا ادفع انتي بايوتيك سوليوشن او نورمال سلاين يبدا يسلك لي النيزو لاكريمال داكت اللي هي مقفوله دي. طبعا الابيفورا اللي هي الاكسسيف سكريشن اوف تيرز زي ما احنا قلنا اسبابها، طبعا اسباب الابيفورا مهمه جدا ومختلفه واتكلمنا عنها فيما سبق، والتريتمنت بتاعها طبعا ان انا اشوف هل هي بسبب التهابات او بسبب اوبستراكشن للنيزو لاكريمال داكت. لو بسبب التهابات ببدا ان انا اعالج الالتهابات، لو بسبب الاوبستراكشن للنيزو لاكريمال داكت ببدا ان انا اتعامل معاها. وعرفنا طبعا اعرف ان هي بسبب التهابات او اوبستراكشن للنيزو لاكريمال داكت ازاي، عن طريق الفلورسين داي زي ما احنا قلنا في اخر محاضره. طبعا اللي حابب يسال اخر محاضره اللي اتكلمنا فيها عن الاكزامينشن واتكلمنا فيها عن الثيرابيوتكس اوف اوف سالمولجي دي معانا في العملي ومعانا في الامتحان العملي، تمام يا شباب؟
اللي قلنا فيها الثيرابيوتيك ايجنت اللي بنستخدمها داخل العين من اوزموتيك دايوريتكس والكلام ده كله، قلنا فيها بقيه الاكزامينشن. طبعا هي كانت محاضره وكانت في القاعه بس تندرج معانا في السكاشن العملي وفي امتحان العمل. الداكروسيستايتس، ودي بيبقى انفلاميشن في اللاكريمال ساك اللي هو لو احنا فاكرين الاناتومي، البانكتون بتؤدي الى لاكريمال كانيليكيولاي، بيؤدي الى لاكريمال ساك، طبعا اسبابه كتير. وبيظهر عندي ميوكوبيورلانت كونجنكتيفايتس، بيبقى في عندي الى حد ما الاوكيولار سكريشن بيبقى ميوكس او ميوكوبيورلانت. في بينفل سويلنج عند الميديال كانسس اوف ذا اي، مكان موجود مكان وجود الساك، وممكن يفتح لي ويعمل ابسسيشن او فيستولا زي ما موجود في الصوره اللي تحت ديت، وطبعا التيرز هتبدا تخرج من المكان ده. طبعا بعمل ريموفنج للكوز، كنترول للفيرال او البكتيريال او مايكوتيك انفكشن، بعمل فلاشنج للنيزو لاكريمال داكت بانسبتيك سوليوشن، بعمل كاثيترايزيشن للنيزو لاكريمال داكت لمده من اسبوعين لثلاث اسابيع، وكل يوم طبعا بعمل فلاشنج ببرود سبيكترم انتي بيوتيك اند كورتيكوسترويد عشان خاطر الالتهابات اللي موجوده عندي. ده الكلام ده لو ما عملش ابسسيشن او عمل فيستيوليشن. طبعا في الحاله دي الكلينيكال ساينس بتختلف، هل الايرلي او الستيج اللي عندي ادفانسد زي ما احنا شفنا في الصور. في الايرلي ستيج بس بيبقى الميديال كانسس سوولن وانفليمد واللاكريمال بانكتا فيلد ويز جرانولوميتس تشوف فورميشن. وفي المرحله دي يا دوبك ان انا بعمل سكويزنج، بعصر عند الميديال كانسس اوف ذا اي واعمل كيوريتنج للجرانولوميتس تشوف فورميشن، وابدا ان انا زي ما احنا قلنا اعمل فلاشنج ديلي فلاشنج للنيزو لاكريمال داكت، وابدا استخدم توبيكال انتي بيوتيك وكورتيكوسترويد. اما في الادفانسد ستيج فبنلاقي الجرانولوميتال ستيج فورميشن بيقفل لي تيومر لايك، بيقفل لي كل الميديال كانسس وبيمتد برضو ليغطي الايه الكورنيا، مع سيفير ميوكوبيورلانت ديستشارج نازل من العين سويلد السكين. في الحاله دي لازم اعمل سيرجيكال اكسيجن لكل الجرانيشن تشو فورميشن بالبلانت سيزر، واعمل ديلي ادمنستريشن لانتي بيوتيك اند توبيكال انتي بيوتيك اند كورتيكوسترويد. دي الرابشر دي وريسرا في القاف او